تقاريرنا. سيارة إحدى الأخوات بعثت لنا هذا الفيديو، سيارة الضيافة العامة وزارة المدرسة. هي ضيافة عامة وزارة التربية، وزارة المالية، تودي مسؤولين، تودي ناس، تودي ضيافة الدولة، أحد المسؤولين توصل. لكن تتحول هذه السيارات لتوصيل طلبة البعض. بابو خذ سيارة مال الوزارة المالية، ودي أعطوني أنس الصالح، أعطونا معالي وزير أنس الصالح، أعطوني الله يطول بعمره ويخلي لنا، دعوا ادعوا الله يحفظنا من الوزراء الطيبين المجتهدين. أعطوني وزير المالية الأستاذ أنس الصالح. أستاذ أنس، سيارات الضيافة المخصصة حق كبار الضيوف، فرجاء الوزير اسألهم ايش سالفة سيارات الضيافة تطلع توصل تودي طلبة مدارس فشوف اسأل المسؤول هناك وتحقق، والتقرير راح تشوفه بعد شوي. مع الوزير لا تنسى اقتراحي، تحط ضرائب على اللي يبيعون عقارات، وارفع اسعار قسايم الشويخ والري وكل المناطق والشاليهات حتى تزيد الماليه. مو تطبقون على الفقار، احنا ترى ما عندنا شيء والله، على الله وعلى ثم المعاش. شوف التقرير مع الوزير لو تكرمت. السلام عليكم ابو احمد. شوف هذه سياره وزاره الماليه الضيافه العامه، جاي الاخ ياخذ بنيه من المدرسه، مستعمل السياره، يجيب بنيه من المدرسه. تفضل. سيائر الحكومه قاعد ينطر البنية تطلع من المدرسة عشان ياخذها. الدولة تحط سيارات على اساس كبار الضيوف، مش حطتها لعيال المسؤولين. بسنا وتيون حق المواطن بلاش بذخ. زي ما تشوفون المسؤولين اللي فيهم بذخ.